السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف الـ RFQ أو الـ Request for Quotation أو طلب بيان الأسعار للـ ZBuilder. الـ ZBuilder ده منصة بيربط بين الأقسام المختلفة، فبيربط بين الـ Supply Chain والـ Equipment والـ Cost Control وهكذا. طيب دلوقتي أروح للـ Billing، ألاقي هنا ده الفواتير، ألاقي هنا الـ RFQ. طيب هقول له مثلا عايز أضيف نيو بلان، ولكن مثلا نسميها D3، الكود، وبعد كده التاريخ، وبعد كده التمبليت، بدأ من نبدأ من الصفر، الفواتير اهيت، النوت، قلت له سيف. وتقدر تيجي هنا تقول له انا عايز ابدا اشوف الديتيل، وتقدر تضيف ريسورس. لسه احنا ما ضفناش اي ريسورس خالص، كنا ضفنا احنا المشروع دوت. اقول له هنا ديتيل اد ريسورس، اقول له مثلا عايز في الليور، مثلا عايز عجان، مثلا الماتيريال عايز مثلا الماتيريال ديت، الاكيوبمنت عايز مثلا ديت، واقول له سيف فيبدأ يديهم لي. بالشكل دوت ممكن اقول له اللي عايز اشوف الـ RFQ اقدر اضيف برضو، مثلا النيم، الكود، الفندر طبعا اهوت، التاريخ تقدر تضيف مثلا ليبر اهوت، وتقدر تقول له باك تو RFQ. وهنا ده الاكيوبمنت رنتال فاليو ستادي، لو انت عايز تدرس التأجير الحاجة هتكلفك قد ايه،